مشاهدين ومشاهدات حنا التلفزيون النسر، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دوكيت أن نقرم لكم نشرة الأخبار الدارجية. قام بزيارة الرئيس المجلس العسكري محمد إدريس ديب إكنو في مدينة أنقرة في تركيا بزيارة حل الأمل. تابوا التفاصيل مع عثمان عبد الخاني. قرأ السيد سليم بورا رئيس مجلس إدارة شركة سوما التركية للإنشاءات والاستثمارات، وقد حضر اللقاء وزير الاقتصاد والتخطيط التنموي والتعاون الدولي ومدير المكتب المدني النائب رئاسة الجمهورية وبعض مستشاري رئيس الجمهورية. وخلال هذا اللقاء تم الاتفاق على أن تستأنف شركة سوما التركية الأمل في بناء وإنشاء مطارات دولية في تشاد. رئيس المجلس العسكري الانتقالي رئيس الجمهورية رأس الدولة الفريق محمد إدريس تيبيتنو طلب من المسؤولين التشادين التواصل مباشرة مع شركة سوما التركية ومراجعة مذكرة التفاهم الموقع مسبقا حتى يرى مشروع مطار جميل الدولي الجديد النور. من جانبه أعرب رئيس مجلس إدارة شركة سوما التركية للإنشاءات والاستثمارات عن سعادته بلقاء رئيس الجمهورية في تركيا الذي جدد له الثقة لاستئناف الأمل، مضيفا بأنه تم خلال اللقاء الاتفاق على بذل كل الجهود لبدء المشروع وإنجازه بأسرع وقت ممكن. اللقاء الثاني جمع رئيس الجمهورية الفريق محمد إدريس تيبيتنو مع رئيس معهد منتدى السياحة العالمي، حيث نوقشت مواضيع وملفات متعلقة بالسياحة والاستثمار في قطاع السياحة في تشاد، كما طرحت مواضيع ذات الصلة بتطوير آفاق السياحة في بلاد توماي التي تزخر بمواقع سياحية نادرة ستكون جالبة للسياح في قابل الأيام. السيد بولود باغجي رئيس معهد منتدى السياحة العالمي قال إنه زار تشاد عدة مرات والتقى بعدد من المسؤولين التشادين، وتم الاتفاق على تنظيم مؤتمر عالمي للسياحة بتشاد والذي كان من المقرر أن يشارك فيه نحو 1000 مشارك من جميع أنحاء العالم، إلا أن جائحة كورونا قد أوقفت العديد من المشاريع الحيوية. ولكن رغم ذلك فإن الاستثمارات في مجال السياحة ستظل رغبتنا الأكيدة على حسب قول مدير معهد منتدى السياحة العالمي. اللقاء الثالث جمع رئيس المجلس العسكري الانتقالي رئيس الجمهورية رأس الدولة الفريق محمد إدريس تيبيتنو برئيس مجلس مجموعة شركة كانتيك التركية السيد كان هاكان كاراكا. خلال هذا اللقاء قدم السيد كاراكا الخطط والبرامج المستقبلية التي ستقوم بتنفيذها مجموعة كانتيك، وهي الشركة التي تقوم ببناء السلخان الحديثة ومطبخة الجلود بمدينة جرماي والتي توقفت عن العمل بسبب جائحة كورونا. وقد أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة كانتيك التركية السيد كان هاكان كاراكا عقب خروجه من اللقاء بأنهم سيباشرون العمل في الشهور المقبلة وتسليم السلخانة للحكومة التشادية خلال فترة مدتها 18 شهرا. نذكر بأن التعاون التشادي التركي هو تعاون متعدد المجالات لا سيما في مجال الاستثمار والتعليم والبنية التحتية والتجارة وغيرها. قابل رئيس الوزراء المجلس العسكري فاهم فتكي البير قابل عدد من ممثلين الكان حجو بالمواضيع مهمة. تابوا التفاصيل. نائب رئيس الاتحاد الافريقي للشباب جاء للقاء رئيس الوزراء رئيس الحكومة الانتقالية بايمي باداكي البير. خلال اللقاء قدم رئيس الوزراء جملة من النصائح والتوجيهات من أجل تمثيل البلاد أحسن تمثيل في حال فوز المرشح بالمنصب، كما أكد رئيس الوزراء دعمه ودعم حكومته لمرشح تشاد ودول وسط أفريقيا لمنصب نائب رئيس الاتحاد الأفريقي للشباب. أكد لنا الحكومة برضو يعني يدينا الشجاعة والتوسيع وكيف ينجى الكانديدا هنا في النائب الرئيس هنا لإتاب الشباب الأفريقي، ونحن مبسوطين وهذا الشجاع وهذا التوسيع. وبحسب البرنامج المعتمد فإن الانتخابات ستجرى في منتصف نوفمبر المقبل بنيامي عاصمة دولة النيجر. جمعية وومين واحدة مناسبة حن المنتدى للدور الأول للمرأة والأمل الكان يسوي فوق عدة برامج اللي يخص المرأة مثل تدريب والتجارة والفكرة كيف المرأة تقدر تكون نفسها
وسووا معرض في المنتدى اللي يسوي 3 يوم في بيت المرأة. كان للوزيرة المرأة أمينة، هي كمان فرحت مرة واحد كي من المبادرة عن البنات الشابات اللي كان قموا فوق ده، ولذا يخلي البنات يسوي بيزنس حقهم. الوكالة الوطنية للتنمية والمعلومات والتوثيق الإلكتروني نظم واحد مشروع إخبارية والتوثيقية حول الخطورة للرافعين المشروع، وفي وقت ده حجة المدير عبد الناصر محمد طلب من مشاركين يخطوا بالهم في التدريب ده. عند جلابة مرة واحد كي لبعض من الناس في دا الزميلة فاطمة سولينا ورق واحد فوق نتابي. انتشروا في هارات مدن عاصمة عن جنبنا بيع القرو، وهو ثمرة تشبه الليمون في شكلها وحجمها، تحتوي على مركبة فعالة من الكافيين ومواد أصيفة تستخدم لزيادة النشاط البدني وتؤدي إلى حالة من الانبساط النفسي وموطنها الأصلي في غرب أفريقيا. الجورو هي جزورة الكولا، هي ثمرة تنبت في وسط أفريقيا، وهي تعتبر من المواد المقدرة التي تليق أجهزة الأمن بعدها. يبلغ سعر حبة الجورو ما بين 10 إلى 20، والأجزاء المستعملة فيها هي البذور، حيث تحتوي على الكافيين والناتنين ومكونات أخرى فلونية، ولها استخدام طبيعية عديدة. يعتقدون أن مجموعة المواد الفعالة الطازجة تعمل متكاملة مع بعضها البعض، مسببة زيادة انسياب الدماغ في جميع الأعضاء الحساسة مثل الدماغ والأعضاء التناسلية والقلب والكلتين والكبد، وتؤدي إلى حالة من الانبساط النفسي وتزيد من الرغبة لممارسة الجنس لدى كلا الجنسيين. تدخل إلى عاصمة عنجمينا عبر نيجيريا، وهي تجد إقبالا كبيرا من كلا الجنسين رجالا ونساء، حيث يأتون إلى السوق الخلال وينتقلون من بائية إلى أخرى بحثا عن الأجواد الأنواع وأرخصها. تتميز ثمار الجورو بطعمها المر، وعندما تمضغ طازجة، وعندما تجف تصبح الطعم أكثر اعتدالا، ورائحتها شبيهة برائحة ثمار جوز الطيب. تباع ثمرة الجورو في شوارع عاصمة عنجمينا وخيرها، وهي معروفة لمتعاطي تلك المادة، تباع من قبل النساء الأرصفة، وهناك من يتاجر بها على رأسه ويمثلون التجارة الذين يريدون تلك المادة. إذا كملت نشرة الأخبار الدارجية